لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اقترب الحج وشكلت كل جهة معنية بهذا الأمر فرق عمل لخدمة ضيوف الرحمن، ومن هذه الجهات أمانة العاصمة المقدسة التي اهتمت بالشؤون البلدية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بشكل عام. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة. للحديث أكثر عن دور أمانة العاصمة المقدسة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، يسعدنا أن نستضيف معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص. حياك الله معالي المهندس. يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. سعيدين جدا باستضافتك. إحنا أسعد الله يحييكم. يا أهلا وسهلا فيكم معالي المهندس. طبعا لا شك أن لأمانة العاصمة المقدسة دور مهم جدا في خدمة حجاج بيت الله الحرام. ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتفعيل طبعا خدمة حجاج بيت الله الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا لكم على الاستضافة، وكل عام والجميع بخير، ويا مرحبا وسهلا بضيوف الرحمن في بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية. وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه. في الواقع أولت الحكومة الرشيدة اهتمام كبير بخدمة ضيوف الرحمن في جميع السنوات الماضية، وفي هذه السنتين الأخيرتين أولت اهتمام أكثر بصحة الحجاج في ظل انتشار جائحة كورونا، وبالتالي وضعت نصب عينيها سلامة الحجاج وحصر هذا الوباء وعدم انتشاره بينهم. وبالتالي كان حج في الواقع هذا السنة 1442 حج استثنائي، حيث أصدرت الجهات المختصة بأن عدد الحجاج سوف يكون 60,000 حاجة. صحيح. وبالتالي أصبحت الترتيبات جدا مهمة في توفير أقصى درجات السلامة والأمن لصحة هؤلاء الحجاج. وبالتالي تعمل أمانة العاصمة المقدسة ضمن منظومة اللجنة المركزية للحج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المملكة المكرمة، ووضعت إجراءاتها في توفير جميع الخدمات للحجاج. خدمات الأمانة العاصمة في الواقع تنقسم إلى ثلاثة مراحل: مرحلة ما قبل الموسم، وأثناء الموسم، وبعد الموسم. فمن المعلوم أنه منطقة المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة في الواقع متروكة طوال العام، يعني لا تستخدم طوال العام. صحيح. وبالتالي تحتاج إلى تجهيز وإعادة تأهيل لاستخدامها. فمنطقة تقريبا شبه صحراوية في عرفات وغير مستخدمة وبها عدد كثير من المشاكل، وبالتالي نحتاج إلى بدء أعمال النظافة والإصحاح البيئي، صيانة المرافق، صيانة الطرق، صيانة. وبالتالي هناك قبل الموسم بتقريبا شهر ونص تبدأ الفرق الميدانية بالتجول في هذه المواقع وبدأ اكتشاف الأخطاء والمشاكل والتراكمات وبدأ عمل التنظيم. ثم ذلك يأتي بعد ذلك أثناء الموسم، وهو يبدأ من 1-12 تتواجد الفرق الدائمة في منطقة عرفات ومنى ومزدلفة، تقوم بجميع الخدمات قطاع البلدي من نظافة وإصحاح بيئي وسيول وإنارة وطرق، ويبدأ الموسم في هذه الفترة. بعد ذلك عندما ينتهي الحج وينتقل الحجاج إلى مكة المكرمة تبدأ عملية في الواقع التقفيل وعملية نظافة المواقع من جديد وتجهيزها للسنة القادمة إن شاء الله. جميل، عمل كبير جدا. بالنسبة للنظافة وجمع المخلفات طبعا هو دور مهم جدا ورئيسي للأمانة العاصمة المقدسة خاصة في المشاعر المقدسة أثناء الحج. ما هي الخطوات التي اتخذتموها أيضا في هذا الجانب؟
بدأ التجهيز في الواقع من تجهيز القوة البشرية. لدينا تم تجهيز أكثر من 13,000 عامل ومشرف ومهندس متخصصين في أعمال النظافة. تم تجهيز أكثر من 900 معدة لعملية التنظيف والكنس والهذا. في المشاعر في الواقع عندنا أسلوب ما يسمى الحاويات الضاغطة، يعني عملية التنقل في المعدات أثناء الموسم تكون صعبة نظرا لتواجد الحجاج والجهات المختصة، وبالتالي يتم ضغط المواد والنفايات في الواقع تحت الأرض، وبعدين بعد الموسم يتم نقلها والتخلص منها. فبالتالي عندنا تقريبا أكثر من 250 ضاغط موجودة في المشاعر المقدسة وفي ميناء وفي المراكز الخدمية، وبالتالي هذه العمالة تبدأ عملها زي ما تكلمت قبل قليل قبل الموسم، وأثناء الموسم توزعون على جميع المواقع نقل الحاويات أول بأول. بدأنا نستخدم ما يسمى الحاويات الذكية التي عندها تمتلئ ترسل إشارات للمركز الرئيسي، بتأتي السيارات وتنقلها. جميل. أيضا تزدخر مكة المكرمة بالعديد من الأنفاق والجسور، كيف يتم صيانة هذه الأنفاق والجسور لتسهيل على الحجاج من خلال تنقلهم براحة تامة؟ معروف أن مكة المكرمة الله يعمرها يعني مناطق جبلية، وبالتالي أولت الحكومة الرشيدة تسهيل تنقلات المواطنين والحجاج، فأنشأت 58 نفق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الأنفاق هذه في الواقع تعتبر شريان الحركة المرورية للحجاج والمواطنين والمستخدمين، بحيث سهلت عملية انتقالهم من منطقة إلى أخرى بدل عملية الالتفاف حول المناطق الجبلية. هذه الأنفاق في الواقع تعتبر مهمة جدا، تحتوي على العديد من المعدات الكهربائية والميكانيكية ومكافحة الحريق وأيضا عملية المياه والتخلص من المياه، وبالتالي كان لابد من عملية مراقبتها باستمرار، عملية الصيانة المستمرة. لا ننسى أن هذا النفق عبارة عن نفق مظلم، عبارة عن نفق يفتقد إلى عملية التهوية، وبالتالي يوجد به عديد من المراوح الشفط والتهوية حتى توفير الهواء والأكسجين داخل النفق على طوال الفترات، وبالتالي تحتاج إلى صيانة مستمرة وتغيير قطع الغيار والتأكد من سلامتها، إلى جانب الأعمال الإنشائية وعملية الدهانات والأشياء. وهذه في الواقع أعمال مستمرة طوال العام طوال العام، وتم الترثيف هذه الأعمال خلال موسم الحج للتأكد من جاهزيتها، توفر جميع هذه العوامل. والحمد لله حتى الآن انتهينا من أكثر من 90% من هذه الأنفاق، من تعديلها وتنظيفها والتأكد من صيانتها، إلى جانب وجود غرفة مراقبة. يعني هذه الأنفاق أثناء التشغيل تحتاج إلى من يراقبها، يوجد كاميرات مراقبة، يوجد غرفة مراقبة لمجموعة من الأنفاق، وبالتالي لا سمح الله لو حدث أي حادث أي مشكلة يمكن للجهات المختصة تدخل فورا داخل النفق. جميل. أيضا بالنسبة لإعداد الوجبات للحجاج، لا شك أن للأمانة أيضا دور صحي في هذا الجانب، كيف يتم تفعيل هذا الجانب ومراقبة إعداد الوجبات للحجاج؟ الصحة الغذائية والتوفير الغذاء المناسب للحجاج أيضا من أهم الأولويات. صحيح. وفي الواقع في السنوات الماضية مرت عملية انتقال توفير الوجبات بعدة مراحل، وقبل 5 سنوات في الواقع أصدرت الدولة قرارها بأن يتم تقديم الوجبات المسبقة التصنيع الساخنة للحجاج، وهذه في الواقع على أساس عملية تطبيق على مدى 5 سنوات، راح حوالي 2 سنين والآن نحن في السنة الثالثة اللي يتم فيها تطبيق الوجبة المسبقة التجهيز السليمة. الأمانة في الواقع دورها هو الإشراف الكامل على تقديم الإعاشة للحجاج، بحيث أن هناك لجنة من الأمانة ووزارة الحج والعمرة وهيئة الغذاء والدواء، هناك عدد كبير من المصانع ومتعهدي الإعاشة تم تأهيلهم، تقريبا أكثر من 92 مطبخ إعاشة تم مرور لجنة متخصصة عليهم، تم التأكد من توفر الإمكانيات الصحية والمعدات وسلامة الغذاء لتجهيز هذه الوجبات. تم إعداد قائمة الغذاء المطلوبة من وزارة الحج ووزعت عليهم، تم التأكد من سلامة العاملين في الواقع في هذه المطابخ، هناك جولات مستمرة من الأخوان حقون الصحة البيئية والأغذية لهذه المطاعم والتأكد من سلامة الأغذية. سيتم نقل هذه الوجبات الجاهزة إلى المخيمات، تسخينها في المخيم وتقديمها جاهزة للحجاج، كما يعني نفس الأسلوب المستخدم في الطائرات، يعني تكون الوجبة متنوعة حسب الذوق حسب رغبات الحجاج وجنسياتهم وطريقة أداهم، وأهم شيء أنها لا يوجد في الواقع
عملية طبخ داخل البشاعر، لا يوجد غاز، لا يوجد حطب، تأتي الوجبة جاهزة من المطبخ أو المصنع، تسخن في مخيمات الحجاج وتقدم للحاج سليمة إن شاء الله. هذه في ظل طبعا جائحة كورونا يعني استثنائيا، هذه في ظل جائحة كورونا، وهي أعتقد الإجراء اللي سوف يتبع إن شاء الله بعد ذلك. يعني مهم جدا عملية سلامة الغذاء، مهم جدا صحيح. الأغذية، لأنه في الواقع الإعاشة والتغذية أحد أسبابها إذا كانت غير صحية التسمم، النفايات التي تنتج من الوجبات العادية. هذه الأسلوب الوجبات الجاهزة أعتقد أسلوب حضاري، أسلوب جيد صحيح. ويفي بالغرض بشكل كبير جدا، أيضا يساعد بالنسبة طبعا لسلامة الحجاج. هذا صحيح، خاصة طبعا فيما يظل أو في ظل الإصحاح البيئي. هذا صحيح، لا شك أن الأمانة أيضا يعني جهة معينة ومهمة جدا في الإصحاح البيئي طبعا، ولكم خطوات أيضا في هذا الجانب. الإصحاح البيئي من أهم الأعمال نقوم بها قبل الموسم وأثناء الموسم. تعرف زي ما قلت إن منطقة عرفات مفتوحة تقريبا شبه صحراوية، وبتنتشر آفات الصحة العامة الله يكرمكم من حشرات ومن بعوض، وبالتالي نقوم بعمل الرش أكثر من 5 مرات في الواقع لكامل المنطقة، لأن عملية انتقال الحشرات الله يكرمكم سهل، وبالتالي إحنا نركز على مناطق معينة، فكامل المنطقة يتم رشها وتنظيفها، رش المبيدات. وجدنا أكثر من 13,000 بؤرة موجودة في المنطقة، نظفناها وصلحناها. نتكلم عن المنطقة، نتكلم عن المشاعر المقدسة. المشاعر المقدسة نعم. طبعا هي في الواقع عملية امتداد مشاعر ومنى ومزدلفة ومكة، فالإصحاح البيئي في الواقع جدا مهم جدا. عندنا برنامج لمكافحة حمى الضنك، عندنا برنامج لمكافحة الحشرات المختلف أنواعها، والحمد لله استطعنا أنه احنا نسيطر على انتشارها بشكل كبير. شكرا لكم معالي الأمين، جهود كبيرة جدا تقدمونها، وبإذن الله أن نحتفل سويا طبعا بنجاح حج هذا العام. شكرا لكم مرة أخرى، وسعيد جدا. الله يبارك فيك، الشكر لكم، والشكر في البداية ونيانا سبحانه وتعالى الذي هيأ للحجاج حكومة المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الدعم والمساندة لقيامهم بالنسك على أفضل وأسهل وأمن طريقة إن شاء الله. هذا ما نتمناه، وشكرا لكم أيضا أنتم متابعين الكرام، نتمنى لكم وقتا ممتعا، إلى اللقاء. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.